مقتنع انها لا تتناسب ولا يمكن ان تسير. نعم، وهذه صور مباشره مشاهدينا الكرام من دخول الرئيس الامريكي دونالد ترامب، واللقاء المباشر ما بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن. هذه الزياره التي يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي والتي ستستمر لخمسه ايام. ونرى هنا ايضا زوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي تقف الى جانب رئيس الوزراء والى جانب ايضا زوجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب. الحديث هنا في هذه الملفات عن ملفات اساسيه، منها الملف الفلسطيني، منها الملف الايراني، الاتفاق النووي الايراني، وهذا اللقاء الذي وصفه نتنياهو بانه لقاء مع الصديق الاكبر لاسرائيل وهو الصديق الامريكي دونالد ترامب. وهذه اللقطات والصور الصحفيه المباشره هناك في واشنطن، وحيث يتكلم الان الرئيس الامريكي دونالد ترامب. We have, I would say, probably the best relationships right now with Israel that we ever had. I think it was close now as maybe ever before. Jerusalem is a wonderful thing, and I know it was very much appreciated in a big part of the world, not just in Israel, in a very big part. So that was a decision that I had to make. Many presidents were discussing whether or not to make that decision, and they promised it in their campaigns, but they never were able to do وكان يجب أن ينفذه. لذلك فإن أعتقد أن هذا أمر نقدره ونثمنه جدا. نحن مهتمين جدا بالصفقات التجارية وبمناقشة الشؤون العسكرية ومحاربة الإرهاب. علاقتنا لم تكن أفضل مما هي عليه اليوم. سيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شكرا لقدومك، مرحبا بك هنا. سيد الرئيس ميلانيا، أريد أن أشكرك على ضيافتك. إنه لفخ كبير هنا، هذه المرة الأولى التي نلتقي هنا في واشنطن في العاصمة الأمريكية، بعد أن زرتنا في القدس في عاصمتنا واعترفت بك عاصمة إسرائيل. هذا اعتراف تاريخي عقبه كل الجهود لنقل السفارة. نشكرك على هذه الجهود. أريد أن أقول لك كم يسعدني أن نكون هنا، ونحن نذكر هذا الاعتراف من قبل الرئيس الكبير. اعترفت بأن الجلاء اليهودي إلى بابل يعود إلى بلاده اليوم. نحن نذكر قبل 100 عام تصريح بلفور بالاعتراف بحقوق الشعب اليهودي في بلاده، ونذكر قبل 7 أعوام عندما 70 عاما عندما اعترف الرئيس سارة رومان بإسرائيل كدولة يهودية. ونعرف كيف أنت الرئيس دونالد جي ترامب اعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل. هذا الرئيس سيذكره شعبنا، وهذا التصريح سيذكره شعبنا طوال الوقت، وأنت بنفسك كما تحدث فعلت ذلك. لذلك أريد أن أشكرك باسم شعبنا، كما أريد أن أتطلع إلى محادثتنا حول التحديات التي سنواجهها. إذا كان يصح لي القول، ما هو تحدينا الأكبر لنا؟ يمكن تلخيصه بكلمة واحدة، وهو إيران. إيران طموحاتها النووية، صواريخها البالستية ومساعيها النووية ولتخصيب اليونانيون وهجومها في كل مكان. أعتقد أن علينا أن نوقف هذه المهاجم، هذا العداء الإيراني لأجل مصالح شعبينا هنا. كما أستغل الفرصة للسلام والحديث ودعوة الجميع لتحقيق السلام، نشكرك. لذلك اطلع جدا لمحادثتنا، ولكن أريد أن أكرر ما قلته. سيد الرئيس، نتحدث في حول التحالف الأمريكي الإسرائيلي. علاقاتنا لم تكن أفضل مما هي عليه اليوم، والشعب الإسرائيلي يعتقد أنه بالاعتراف بإسرائيل يرون مواجهة إيران، يرون كيف تقوم التحالف الإسرائيلي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودفاعك عن إسرائيل في الأمم المتحدة وفي رئاستك. أعتقد أنه في شؤون الأمن علاقاتنا لم تكن أفضل ما هي عليه اليوم. لذلك سيد الرئيس أريد أن أشكرك
لدعمك الدائم لنا. شكرا. A lot of people wouldn't be doing it quickly like that. We're going to have it built very quickly and very inexpensively. بحث هذه الشؤون وساطرح الموضوع أمام سفرائي وسأتحدث أيضا. قلت لهم ماذا يجري؟ لن نستثمر مليار دولار، نحن نقوم بذلك بأقل من 250 ألف دولار، هذا هو ما يكلفنا نقل السفارة. افحصوا ذلك، 250 ألف دولار مقابل مليار دولار، هل هذا جيد؟ نعم. نعم سأصل وسأزور القدس مجددا. إسرائيل هي مهمة ومميزة جدا، هي دولة مميزة، شعب مميز، وتطلع قدما لأزور المكان من جديد. متى ستقدم؟ سنرى. سيكون إنجازا كبيرا لنا من وجهة نظر الأمم المتحدة، ولكن المفضل إذا كنا نستطيع تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين. لذلك أستطيع أن أقول لكم أن نعمل بجد وبجهد لتحقيق صفقة سلام. أعتقد أن يوجد لدينا فرصة واحتمال كبير. هناك صعوبات لم يواجهها أي شخص في الماضي، لم يستطع أحد المضي عبر النقطة الأولى القدس، ونحن أزلنا القدس عن الطاولة. لذلك هذا يمنح إمكانية لتحقيق السلام، وسنرى كيف ستتقدم الأمور. الفلسطينيون أعتقد أنهم يرغبون بالعودة لطاولة المفاوضات. ماذا لم يتقدموا؟ إذا لم يعودوا لن يحدث أي سلام، لن نحقق السلام، وهذا محتمل. لا أقول أن هذا ما سيحدث، ولكن الكل يقول أن هذه الصفقة الأصعب التي يمكن تحقيقها وأصعب الصفقات، ونقول أنها دائما يقولون أنه صعب وكأنه أو سيء، كأنه الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين يستمر منذ سنين وسنين، من الكراهية والكثير من الأمور مرتبطة بهذه الصراع عدا عن الأرض. وسأقول لكم إذا نجحنا بتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون هذا إنجاز كبير، وسيكون كبير إنجاز كبير لهذه الشعب ولهذه البلاد، وسيكون جيد للجميع. ولدينا فرصة بتحقيقه. شكرا لكم جميعا.